اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، یہ ویڈیو جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، یہ خطیب اہل بیت جناب علامہ طالب جوہری صاحب کے نماز جنازہ کی ویڈیو ہے۔ اس نماز جنازہ میں علامہ کی وصیت کے عین مطابق امیر المومنین علی بن ابی طالب اور 11 ائمہ کی ولایت کی گواہی دی گئی ہے۔ تمام مومنین سے علامہ کی بلندی درجات کے لیے ہدیہ درود کی ایک گزارش ہے اور درخواست ہے کہ پہلی اور آخری تکبیر کے متن کو بغور سماعت فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، واشهد ان امير المؤمنين علي بن ابي طالب والائمة المعصومين حجة الله. الله اكبر، اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد، وارحم محمدا وآل محمد، كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وجميع الشهداء والصالحين وجميع عباد الله الصالحين. الله أكبر، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير. الله أكبر، اللهم إن هذا المسجى بيننا، هذا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، نزل بك وأنت خير منزول به. اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا، وأنت أعلم به منا. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه واغفر له. اللهم اجعله عندك في أعلى عليين، واخلف على أهله في الغابرين، وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعله واجعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام، واجعلنا من ثاره مع وليه الإمام المنتظر. الله أكبر، رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.